واحد بيقول جسدنا في القيامة العامة سيقوم بلحمه وعظامه كما قال السيد المسيح بعد قيامته: انظروا يدي ورجلي إني أنا هو، بصوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون. لماذا يكون جسدنا في القيامة لحم وعظام بدون دم؟ هو ابتدى بداية خاطئة في السؤال وابتدى يكون عليها استنتاجات خاطئة. يقول إزاي ما يكونش عنده دم؟ ولماذا قال السيد المسيح لأن لحما ودما لم يرث ملكوت الله؟ هل لأن الدم مادة؟ ثم اللحم مادة وجسد والعظم مادة؟ لا، شوف يا ابني، نحن لا نقوم بلحم وعظام. أما اللحم والعظام اللي كانوا للسيد المسيح لكي يثبت قيامته. لكن أنا عايز أقول لك آية كويسة. الآية دي في لفي إصحاح 3 آخر آية 21، بيقول: الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، يعني احنا هنكون على صورة جسد مجده، يعني على صورة الجسد الممجد. انت بتاخد آية لكن مفروض انك تقرأ الكتاب كله. انت اخدت لوقا 24 ونسيت ما قيل عن القيامة في كورنثوس الأولى 15. في كورنثوس الأولى 15 بيقول: يزرع القيامة، يزرع جسدا حيوانيا ويقوم جسما روحانيا. يعني احنا هنقوم بأجسام روحانية، يوجد جسد حيواني ويوجد جسد روحاني. وبعدين بيقول: كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. إذن إحنا في القيامة سنقوم بأجساد روحانية سماوية كما ورد في كورنثوس الأولى 15، وهنقوم على شبه الجسد الممجد الذي للسيد المسيح كما ورد في فيلبي. لكن لحم وعظام دي مفيش، يعني مفيش، مش هنقوم بلحم وعظام. لأن لو قمنا باللحم والعظام يبقى اللحم والعظام عايز تغذية وعايز طعام جسد. أما تقول لحم وعظام بدون دم، طب اللحم فيه دم والعظام فيها دم، مين قال إن العظام مفيهاش دم؟ ومين قال اللحم مفيهوش دم؟ انت عايز مصفي كده يعني مسلوق ولا اللحم فيها دم يا والعظم فيه دم؟ وقاعد يرتب عليه كلام كتير. اما السيد المسيح لما قال بصوني وانظروا ان الروح ليس له لحم وعظام، لان هم ظنوه خيالا في لوقا 24، ظنوه خيالا، افتكروا خيال ظهر لهم، مجرد روح ظهر لهم. فلو كان خيال أو روح يبقى الجسد المسيح لم يقم من الأموات. فقال لهم بصوني عشان تعرفوا أن الجسد قام الأموات، هذه لحم وعظام. لكن لما صعد المسيح إلى السماوات لم يصعد بجسد له لحم وعظام ودم، إنما صعد بجسد روحاني.